ابراهيم سالم مرشح عند دائره المتزه تاني مظبوط. ابراهيم ايه سبب ترشحك للانتخابات؟ خدمه اهل الدائره. خدمه اهل الدائره. اهل دائره المتزه تاني. في احتياجاتك. انت اهم ما جاء في برنامجك الانتخابي ايه؟ اهم ما جاء في البرنامج الانتخابي محاربه الفساد، دي رقم واحد. توفير تامين صحي لكل مواطن موجود في دائره المتزه تاني، رقم اثنين. رقم ثلاثه توفير فرص عيش كريم لاي شاب موجود في الدائره. رقم اربعه دعم الثقه ما بين الشاب وما بين الحكومه، لان ما بقاش في ثقه ما بين الشباب والحكومه في الفتره اللي فاتت، سواء كان على مستوى المحليات او كان سواء على مستوى المجلس النواب. فانا دلوقتي نازل عشان خاطر افهم الشاب ان في ثقه لكن يختار صح، حتى لو انا ما استفدتش وما نجحتش في الدوره دي، بس يبقى في توعيه سياسيه احنا نختار ازاي. احنا بايدينا ان احنا نختار المرشح المفروض انه ينزل وانه يمثلنا، بس احنا كل مره بنختار غلط. ابراهيم، كان دعايتك لها اسلوب خاص، هو انت استعنت بخطاب السادات، فكره مين دي وجاتك ازاي؟ الفكره دي كانت فكرتي، جالي واحد من المسؤولين عن الدعايه كان بيكلمني على اساس ان هو عايز يعمل لي مهرجان زي واحد من المقسمين من الناس. فانا قلت له ان انا مش غاوي موضوع المهرجانات ده، لكن انا ممكن لو حاجه بسيطه تعرف الناس بيه. فقال لي احنا هنعمل لك اغنيه، فقلت له لا انا مش عايز اغنيه. كتبت الكلمات ديت، اسمي، سني، رقمي، رمز الانتخاب بتاعي، اسم الشهره، وانا من محبين انور السادات الله يرحمه ومن عشاق جمال عبد الناصر. وصغت هذا البرنامج والكلام بلهجه بنبره السادات. فصغته بنبره السادات وحطيته على موسيقى ناصر 56 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. اشكرك.